من هو القال تمشي بيسوع مو عالبال تمشي بيسوع من هو القال تمشي بيسوع يسور زينب عينها يا هول كان يتصور أنا يولي هل زماني وهي بيت حدار من هول قال تمشي مو عالبال مو عالبال تمشي بيسور مين هو القال اي زينب تفقدي الويليان وبعد عيزها يسير وتفتري البلدان أنا ما أسبيه تروحي وتقعدي بديوان أي ما أسبيه تروحي وتقعدي بديوان ما جانت أبد عالبال تتيسر ويا الجتال تمشي بيسر من هو القال من هو القال عم شارك بارك الله فيك وينكم شباب يم الباب من هو القال تمشي بيسر مو عالبال مو عالبال سور مين هو القال اي زجري وشمر يحديها والارض الشام مجتوفة يوديها اي ويل وادم تظل تدفع رجع عليها والوادم تظل تتفرج عليها على كل بال ابدا هذا ما يخطر بذاك الحال تمشي بيش مو عالبال مو عالبال تمشي من هو القال من هو القال تمشي بيسر مو عالبال تمشي بيسر من هو القال زينب وطولها ينشف لخادم الحسين سيد سعد الذبحاوي غاد أنا مين هو القال أي زينب طولها ينشف أي تمشي على الهزيل ما بين ناس جلاف أنا ويسهامي المحن ترمي عليها رداف أيوة بجدامي المصايب تال تتعثر بالأهوال تمشي
شب يسر مو على البال مو على البال شب يسر من هو القال من هو القال شب يسر ور مو على البال شب يسر هاي دنيا هم بعد ظلت عجيبة هاي دنيا هم بعد ظلت عجيبة هذه بتحامل حمى وصارت غريبة تحرسها الأجناب لاموا بالحساب تحرسها الأجناب لاموا بالحساب هذه بتحامل حمى وصارت غريبة تحفظ المستهل إن شاء الله وترفع صوتك بجواب الساعد السيدة زينب بغربتها ونياحتها إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد هاي دنيا هم بعد ظلت عجيبة هذي بتحمل حمى وصارت غريبة هاي دنيا هم بعد ظلت عجيبة الحمى وصارت غريبة تحرسها الأجناب لاموا بالحساب تحرسها الأجناب لاموا بالحساب هذي بتحمل حمى وصارت غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ظلت وصارت غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ظلت عجيبة هذي بتحمل حمى وصارت غريبة تحرسها الأجناب لا مو بالحساب تحرسها الأجناب لا مو بالحساب حمى وصارت غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ظلت عجيبة هذي بتحامل حمى هذي بت ما شاء الله هلا بيهم صارت غريبة هاي الدنيا هم بعد ظلت عجيبة هاي بتحامل حمى تحرسها الأجناب لاموا بالحساب الله تحرسها الأجناب لاموا بالحساب هذي بتحمل حمى صارت غريبة اي من عمت عينك يا دنيا شقد صغيرة من عمت عينك يا دنيا شقد صغيرة الأميرة الآمرة صارت أسيرة الأميرة الآمرة صارت أسيرة اي من عمت عينك يا دنيا شقد صغيرة الأميرة الآمرة صارت أسيرة مخدرة حيدر علي ماكو نظيرة مخدرة حيدر علي ماكو نظيرة صارت بوليتنا ذيل ما عنده غيرة صارت بوليتنا ذيل ما عنده غيرة صحاري حرمة الباري وسراجة ويشمر حدي ويمشيها بمزاجة بالصحاري حرمة الباري وسراجة ويشمر حدي ويمشيها
شيها بمزاجه بتقالع الباب لا مو بالحساب بتقالع الباب لا مو بالحساب هذه بتحامل حمى هذه بتحامل حمى صارت غريبة هاي دنيا هاي دنيا هم بعد غلط عجيبة هذه بتحامل حمى وصارت خديرها ينظري بأروع مثل جاني بخديرها لو مشيت خلف الولي حدر ذخورها لو مشيت خلف الولي حدر ذخورها والحسن وحسين والثالث قمرها والحسن وحسين والثالث قمر جف ابو فاضل يظل يمسح اثرها جف ابو فاضل يظل يمسح اثرها ما يخلي كل اثر يبقى الجدمها والهوى ما يقدر يحرك هدمها ما يخلي كل أثر يبقى الجدمها والهوى ما يقدر يحرك هدمها هاي أم الحجاب لا مو بالحساب هاي أم الحجاب لا مو بالحساب غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ظلت عجيبة هذا بيت هذا بيت حامل حمى وصارت غريبة هاي الدنيا مدللت حدار ولا واحد وصلها ظلها جانب حجب ومحجوب ظلها ظلها جانب حجب ومحجوب ظلها هسه يا وصف الشمر يتباوع لها هسه يا وصف الشمر يتباوع لها تنهضم وتباوع الراس الكفلها تنهضم وتباوع الراس الكفلها قيل يسر طول الدرب تتهامس الناس عجب زينب باليسر يتركها عباس باليسر طول الدرب تتهامس الناس عجب زينب باليسر يتركها عباس علمونا الاسباب لا مو بالحساب علمونا الاسباب لا مو صارت غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ظلت عجيبة هذا بيت حامل حمى صارت غريبة تحرسها تحرسها لجناب لا مو بالحساب
يكسر ضليعها يكسر ضليعها شابتي ودربي السبي يكسر ضليعها والتراب على الوجه خيار وضيعها والتراب على الوجه خيار وضيعها كم نهار أحمر رسم مجرى دميعها كم نهار أحمر رسم مجرى دميعها والصعوبة من توين شامت سماعها والصعوبة من توين شامت سماعها هذا يشتمها وهذاك يصيد عليها وهي من صوت النظر تشقف بديها هذا يشتمها وهذاك يصيد عليها وهي من صوت النظر تشقف بديها صوت النظر صعب لا مو بالحساب صوت النظر صعب لا مو بالحساب هذا بيت هذا بيت حامل حلم صارت غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ظلت عجيبة ونرفع راس برماح الجاهلية زينب حجاب العرش راحت سبية زينب حجاب العرش راحت سبية انقلاب على الرسالة الأحمدية انقلاب على الرسالة الأحمدية زينب وكلها الله بهالمهمة لو يزيد ينتصر لو تمحي اسمه زينب وكلها الله بهالمهمة لو يزيد ينتصر لو تمحي اسمه ويصير الجواب لا مو بالحساب ويصير الجواب لا مو بالحساب هذه بتحامي ها شنو تعمل بتحامي غريبة هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد ويا زينب عمي بارك الله بك شارك قيادة زينبية ثورة ايتام بقيادة زينبية ترجف الفرسان من دمعة رقية زينب بكل خطوة كانت حيدرية زينب بكل خطوة كانت
لسانك حي يا زينبي بكل خطوة جانت حيدرية كيف عقيلة هاشم الراية العظيمة والعروش انهارت بدمعة يتيمة كيف عقيلة هاشم الراية العظيمة والعروش انهارت بدمعة يتيمة لا تجهل مصاب لا مو بالحساب لا تجهل مصاب لا مو بالحساب هذي بيت هذي بيت حب الحمى حسيني باسمك نيتباهى وارث حيدر وارث طاهى وارث حيدر وارث طاهى يا اسمك عزتنا وهبتنا اسمك عزتنا وهبتنا يا رافيع بالعز رايتنا من عزمك ناخذ قوتنا ثورتنا لدمك غذاها يا حسين باسمك نتباهى من فاضة أو داجي المنحار غذاها الشرياني الأبهر من فاضة أو داجي المنحر بالطف جني انغارة خبر بالطف جني انعادت خبر جن حيدر رد حامي حماه يا حسين باسمك نتباهى يا حسين باسمك نتباهى غذاها الشرياني الأبهر من فاضة أو داجي المنحر بالطف جنن عادت خيبر بالطف جنن عادت خيبر جن رد حيدر حامي حماه يا حسين باسمك نتباهى يا حسين باسمك نتباهى رد حامي حماه بحملاته رد حامي حماه بحملاته ركع عدوان بصلاته دمي المنحر خط كلماته دمي المنحر خط كلماته كلماته ترو وبدماه يا حسين باسمك نتباهى يا حسين باسمك نتباهى بدماه انخطت وبدمك ظل العالم يلهج باسمك بدماه انخطت وبدمك ظل العالم يلهج باسمك خدمتنا بدا احنا نخدمك وحبك اصبح سر معناها يا حسين باسمك نتباهى يا حسين باسمك نتباهى بدماها
خلي العالم يلهج بسمك بدمعها انخطت وبدمك خلي العالم يلهج بسمك خدمة مبدأ احنا نخدمك خدمة مبدأ احنا نخدمك وحبك الصباح سير معناها يا حسين بتدعى يا حسين بس باها مسراها وللباري الغافر مسراها وللباري الغافر يا حسين الصبح يومي العاشر يلجسمك بالطف متناثر يلجسمك بالطف متناثر تضحيتك لا ما ننساها يا حسين بس يا حسين يا أبا عبد الله باسمك نتباه وارث حيدر وارث طه مولانا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله اللهم بمريض كربلاء زين العابدين وبعليلة الحسين فاطمة شافي وعافي جميع المرضى يا الله اللهم بباب الحوائج أبا الفضل العباس اقضي حوائج المحتاجين لا سيما من سلل الدعاء انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين وإلى روح الشهيد السعيد برغام رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.